حياتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحه مليحه. ان شاء الله تكونوا تفوتوا في اون بيل جورني، ان شاء الله يلاقيكم هاد لا فيديو بصحه وعافيه. اذا لا فيديو تاع اليوم كما قريتوا في العنوان راح نروحوا لمنتزه الصابلات، متنزه الصابلات. راح نديكم في جوله خفيفه ظريفه معايا، ان شاء الله يكون يعجبكم مثل هاد لي فيديو. واللي جاو جدد نقول لكم اهلا وسهلا، واللي مازال ماشي ابوني معليا غير نقول لكم تفعلوا لا كلوش تاع الجرس هكذاك باش كل ما نحط جديد يطلع لكم اوتوماتيكمون نتوما الاولين. اذا الوجهه تاعنا كانت صابلات، راح ندير لكم جوله خفيفه ظريفه بما انه الجو كان يعني في الصباح كان شويه بارد، من بعد طلعت الشميسه بزاف هايله، كانت غير ريح خفيفه من بعدها طلعت الشميسه. كديت معايا لافيس كما راكم تشوفوا الريح شويه، مي كانت العائلات بدات تجي. انا كل ما نروح البلاصه غير ندخل يجدكم ويبدا الغاشي يجي. اذا راح نروحوا هنايا، كان البارك يعني شويه فارغ ماشي كيما يكون في الليل ولا في الصيف، راح يكون هايل. مي هكذاك انا عجبني الحل باش نفيلمي في غرضي. هنا بقيت ندلوح بقيت نلعب حتى مليت. يعني صراحه هاد الاماكن كي تكون شارجي يعني ما تصح لك فيها والو. مام الجو كان هكذاك، تشوفوا البحر من داك يكون هادي، من داك يكون يعني قوي. حبيت ندور لقيت كامل هادوك البيوت البلاستيكيه لاسواق صغيره، لقيتهم كامل غالقين غير تاع الادوات المدرسيه يعني فاتحين. وهنايا حبيت نطلع في هذيك العجله الدواره ولا ما بالش اسمها باللغه العربيه لا كوندرو. هنايا حبيت نعطيكم السعر تاعها، يدير 40000 ماشي غالي التيكي للواحد 40000. اذا راح نخليكم تشوفوا المنظر من الجزائر العاصمه من الفوق، يعني بزاف هايل المنظر. يلا نروحوا. وزاد عطاني واحدة كغتوي زوج دورات، شافها عجبني الحال والله ما حبيت كامل نهبط. حاشا
تحشمت على روحي وهبطت. هنا صراحة عجبني الحال، لأنه حسيت اليوم صابلات فارغة، لأنه تفكرت الأولاد باللي راهم في الدخول المدرسي، يعني دخلوا يقراوا، لأنه الألعاب لقيتهم كامل محبسينهم، لأنه تفكرت بلي الأولاد دخلوا يقراوا. وهنايا طبعا حبيت نشري وردة لروحي، يديروا الوحدة 15 ألف، وكاين وحدة اللي فيها 3 وردات تدير 20 ميل. إذا خيرت وحدة، من بعد حبيت هذه الغوز، من بعد ديت هذه الحمراء، بزاف هايلين. هنا حبيت نتمتع بهذا المنظر. إذا قلت لكم من بعد هنايا كنت ريزيرفي في الفطور، ومن بعد هنايا لقيت هذه البلاصة، حبينا نفطروا هنايا في هذا المنظر اللي بزاف هايل. واش كومونديت؟ كومونديتنا نورمال بيتزا فيونداجي و جو نورمال بنينه، يعني نورمال بنتها جايه رقيقه ماشي معجنه بزاف، مي ديكوتي شويه يابسين، بصح بنينه بصحتنا. من بعد هنايا كنا خارجين. نقول لكم هذا هو لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديده. نقول لكم السلام عليكم.